بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هيبقى آخر محاضرة بالنسبة لنا في الإندوكراين سيستم. هنتكلم فيها على نقطتين اتنين مهمين في الإندوكراين سيستم. النقطة الأولانية اللي هي مرتبطة بالريجوليشن بتاعة البلاد جلوكوز، ريجوليشن أوف بلاد جلوكوز، تنظيم مستوى السكر في الدم، وايه الهرمونز المسؤولة عن الكلام ده، وايه هي الاندوكراين فانكشن بتاعت البنكرياس، لان البنكرياس او الاندوكراين بارت بتاعت البنكرياس هو الجزء الاساسي اللي بيطلع هرمونات وبتنظم مستوى الجلوكوز بالدم. الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم فيه على الريبرودكتيف سيستم اللي هو الجهاز التناسلي او جهاز التكاثر داخل الانسان، وهنتكلم على الهرمونز اللي بتطلع منه والفانكشنز بتاعت الهرمون بسرعة كده. تعالى نبدأ نتكلم على الاندوكراين فانكشن بتاعت البنكرياس والريجوليشن بتاعت البلاد جلوكوز. كمعلومة عامة كده بتقول ان النورمال بلاد جلوكوز او النورمال فاستنج بلاد جلوكوز، يعني مستوى الجلوكوز الفاستنج، بيتراوح ما بين 70 الى 120 او 110 ملي جرام بير دي سي لتر، يعني تقريبا قول متوسطه حوالي 100 ملي جرام في ال 100 ملي يعني. وانا عندي طبعا الدم كله 5 لتر، لو ضربت 100 ملي جرام في 100 ملي، يعني كأنك انت مثلا بالظبط الواحد ملي في 1 ملي جرام، يعني في عدد 5000 معايا، 5000 مللتر اللي هم 5 لتر اللي هو الدم كله، يعني كأنك بتتكلم على 5 جرام تقريبا من الجلوكوز موجودين، يعني قد كمية السكر الموجودة في الباكت بتاعت مين، بتاعت اللي انت بتستخدمها عشان تحلي بيها الشاي زي ما بيقولوا في المطعم. عشان تحافظ على مستوى السكر بالدم ده ثابت وما تخشش فيه انه يزيد، ولو زاد اسمه هايبر جلاسيميا او انه يقل بيسموه هايبر جلاسيميا، فانت محتاج ما يسمى بي ريجوليشنز او تنظيم. عملية الريجوليشنز او التنظيم بتاعت البلاد جلوكوز او مستوى الجلوكوز في الدم بتعتمد على عاملين اتنين مهمين اوي. العامل الاولاني اللي هو اورجانز، اعضاء معينة بتشارك في الكلام ده كله، واهم اورجان عندنا اللي هو الليفر، بالاضافه الى هرمونز وهنتكلم عليها. واهم هرمون طبعا اللي هو ناقصه بيديني مرض اسمه الدايبيتس ميليتس اللي هو عباره عن الانسولين. فتعالى نتكلم على ريجوليشن. زي ما قلت لك الريجوليشن بيبقى عند الهرمونز وعند التيشو. التيشو زي ما قلت لك الليفر، والليفر بيشتغل كجلوكوستات. ما معنى كلمه جلوكوستات؟ هنعرف دلوقتي ان هو بيحافظ على مستوى السكر بالدم. الهرمونز بقسمها لمجموعتين كبار، بنكرياتيك و اذرز. بنكرياتيك يعني بيطلع من البنكرياس، زي الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين، والاذرز الادرينالين والثيروكسين والجلوكوكورتيكويدز والجروس هرمون. تقريبا كل الهرمونات ديت اللي قدام حضرتك دي هايبر جلايسيميك، يعني بتعلي مستوى السكر بالدم، اكسبت الانسولين هو اللي بيقلل السكر بالدم. يعني الانسولين هو الهايبوغلايسيميك، والجلوكاجون والادرينالين والثيروكسين والجلوكوكورتيكويد والجروس هرمون دي كلها هايبر جلايسيميك هرمون. تعالى نبدا بدور الليفر في عمليه المينتيننج بتاعه البلاد جلوكوز. زي ما قلت لك من شويه ان الليفر دوره ان بيمينتين النورمال بلاد جلوكوز ليفل، بيسموه جلوكوستات، او بيشتغل كجلوكوز بافر، يعني كجلوكوز بافر. يعني باختصار مثلا لو انا مثلا مستوى الجلوكوز في الدم زاد، مستوى الجلوكوز في الدم لما بيزيد خلاص بيروح على عضو اسمه البنكرياس، خلاص يخلي البنكرياس يطلع انسولين. الانسولين ده هيروح يشتغل على الليفر، معاهم هيشتغل على الليفر، يوم ايه في الليفر يوم يحول الجلوكوز الى جلايكوجين، معاه يعني كانه هياخد الجلوكوز من الدم ويحوله جلايكوجين، يعني معاه تحويل الجلوكوز لجلايكوجين، عمليه اسمها جلايكوجينيسيس. اسمها ايه؟ جلايكوجينيسيس. طب والحاجه الثانيه، لو ان مستوى السكر بالدم عندنا، لو ان مستوى السكر بالدم عندنا خلاص قل، برضه اروح البنكرياس بس هيطلع هرمون تاني اسمه ايه؟ جلوكاجون. والجلوكاجون ده معاه هيروح الليفر برضه يحول الجلايكوجين الى جلوكوز، عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس. يبقى عمليه الجلايكوجينوليسيس اللي هو تكسير الجلايكوجين للجلوكوز لما الجلوكوز يقل في الدم، وعمليه الجلايكوجينيسيس معناها تحويل الجلوكوز لجلايكوجين لما الجلوكوز يزيد في الدم، معاه بالاضافه الى الجلايكوجينيسيس اللي هو ان انا بكون الجلوكوز من نان كربوهيدرات اللي هي الفات والبروتين، مع يعني كده يعني كأن بصنع الجلوكوز من مصدرين، الجلايكوجينوليسيس ومن الجلوكوجينيسيس، وكأن بستخدم الجلوكوز بالجلايكوجينيسيس. كل الرياكشنز دي الهدف منها الاساسي، كل الرياكشنز دي الهدف الاساسي منها ان هي بتحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم. لو زاد معاه، لو زاد الجلوكوز او محول الجلوكوز لجلايكوجين، يعني لو قل يبقى اجيب الجلوكوز يا اما من الجلايكوجين يا اما اجيبه من الفات والبروتين، يا اما اجيبه من الفات والبروتين. تمام.
تعال نخش في الجزء التاني عندي اللي هو الهرمونز. يعني الهرمونز بتاعتي هبدأ بمجموعة البنكرياتيك هرمون، والبنكرياتيك هرمونز موجودة في حتة كده ماشي، لو بصينا كويس قوي موجودة في التيل وموجودة في البادي، بيسموها ايلت اوف لانجرهانس اللي هي جزر لانجرهانس. وجزر لانجرهانس دي طبعا موجودة اكتر ما يمكن في التيل والبادي، خلاص بتقريبا بتمثل مثلا من 1 لـ 2% من وزن البنكرياس، 1 لـ 2% من وزن البنكرياس. دي صورة لها قدام كويس. طب ايه السيلز الموجودة في البنكرياتيك ايلت ماشي، او الايلت اوف لانجرهانس؟ في عندنا الالفا سيلز، وطبعا دي الالفا سيلز اهي بتطلع هرمون اسمه الجلوكاجون، في بالاضافة الى الالفا اللي هي الخلية الاساسية الكتيرة اوي اوي ديت بيسموها البيتا سيلز بتطلع انسولين. وفي عندنا حاجة اسمها الاف سيلز، وعندنا مش خلايا كتيرة جدا موجودة. الايلت اوف لانجرهانس هنقول ان هم 3 انواع من الخلايا الاساسيين، الفا وبيتا ودلتا. الالفا دي تمثل 25% وبتطلع اللي هو الايه الجلوكاجون، البيتا 60% وبتطلع الانسولين، والدلتا 10% وبتطلع السوماتوستاتين. يبقى 3 هرمونات اساسيين بيطلعوا من الايلوت فلانجرهانس، الجلوكاجون الجلوكاجون بيطلع من الالفا، والانسولين بيطلع من البيتا، والسوماتوستاتين بيطلع من الدلتا. اللي هنتكلم عليه بشويه تفاصيل هو البيتا مين، البيتا سيلز، او هنتكلم على الانسولين. تعال نتكلم على الانسولين. الانسولين عباره عن بولي بيبتايد هرمون، بولي بيبتايد هرمون يعني هرمون بيتكون من سلاسل من الاحماض الامينيه، سلسلتين خلاص، وبيبقى سكريتد من البيتا سيلز بتاعت الايه الايلت اوف لانجرهانس. زي ما انت شايف كده عباره عن 2 تشين، التشين الصغيره دي بيسموها اي تشين، والتشين الكبيره دي بيسموها بي تشين. دي 21 امينو اسيد، ودي عباره عن 30 امينو اسيد، والاثنين مع بعض كونكتد عن طريق حاجه اسمها الدايسلفايد لينكج، يعني كان عدد الاحماض الامينيه الموجوده جواه 51 حمض امين. طيب الفيسيولوجيكال اكشن بتاعته ايه؟ يعني معناها الفيسيولوجي بتاعه او الفانكشن بتاعته ايه؟ المين فانكشن بتاعت الانسولين ان هو المين هايبوجلايسيميك هرمون. يعني ايه كلمه مين هايبوجلايسيميك هرمون؟ يعني هرمون الاساسي اللي بيقلل مستوى السكر بالدم زي ما بيقولوا. عن طريق ايه بقى؟ هيقلل السكر بالدم ازاي؟ هيزود الابتيك بتاعه معاه في التشو. معاه ليه؟ لان بيزود تنشيط جلوكوز ترانسبورتر، ترانسبورتر مش جلوكوز، اسمه جلوكوز ترانسبورتر 4 او اسمه جلوت 4، ده موجود في الليفر والماسلز والفات تشو او الاديبوز تشو. بالاضافه الى ان بيزود تحويل الجلايكوجين ايه سوري الجلوكوز للجلايكوجين، عمليه اسمها جلايكوجينيسيس في الليفر وفي الماسلز. تمام، مش بس كده، بيحول الجلوكوز الى فات، عمليه اسمها لايبوجينيسيس، ده الكلام ده في الاديبوز تشو. بيزود البروتين انابوليزم، البروتين انابوليزم يعني ايه؟ يعني انابوليك، يعني بيحول البروتينات الامينو اسيدز الى بروتينات. يعني مش بس كده، بيزود دخول البوتاسيوم في الدم، وعشان كده ممكن دخول البوتاسيوم جوه الخلايا، وعشان كده ممكن يقلل مستوى البوتاسيوم بالدم او السيرم بوتاسيوم ليفل، ويديني حاجه اسمها هايبو ايه هايبوكاليميا. خلي بالك الانسولين مسؤول عن دخول الجلوكوز جوه كل خلايا الجسم ما عدا اماكن معينه، زي البرين وزي الار بي سيز وزي الانتستينال سيلز، الخلايا بتاعت الانتستين، والرينال تيوبلر سيلز. يعني دي الخلايا اللي الانسولين ملوش دور في ان هو يدخل الجلوكوز جواها زي ما بيقولوا. تعال نشوف الميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعته. الميكانيزم بتاعت الاكشن بتاعته هما الكلمتين اللي احنا قلناهم من شويه، ان الانسولين اهو كهرمون بيمسك في الريسبتورز بتاعته اسمها انسولين ريسبتورز. اول ما بيمسك في الانسولين ريسبتورز بياكتيفيت حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر 4 معاه، وده بينقل الجلوكوز من بره الخليه معاه لجوه الخليه. تمام، اللي هو الجلوت 4 ده. طب لما تنقل الجلوكوز بالجلوت 4، الجلوكوز دخل جوه الخليه، قدامك المصائر الاتيه، ان انت تحوله لفات بعمليه اسمها فاتي اسيدز، ويكم ده كل عمليه اسمها لايبوجينيسيس، او ان حضرتك تحوله الى جلايكوجين، عمليه اسمها جلايكوجينيسيس. الجلايكوجينيسيس دي بتتم في الليفر والسكيلت المصل، واللايبوجينيسيس دي بتتم في الاديبوز، مين الاديبوز تيشو. طيب الاكشن بتاعت الجلوكاجون مقارنه بالانسولين، الانسولين بيشتغل لما الجلوكوز يزيد في الدم خلاص، يوم يطلع الانسولين، والانسولين بقى بيشتغل على الليفر ويشتغل على الاديبوز تيشو، يدخل الجلوكوز في الليفر يحوله جلايكوجين، ويدخله في الاديبوز تيشو معاه ويحوله الى فات زي ما بيقولوا معاه، ويحوله برضه السكيليتال ماسلز نفس الكلام بس بيحوله جلايكوجين. في المقابل الجلوكاجون اللي هو الهرمون التاني اللي بيطلع من الالفا سيلز بتاعت البنكرياس اللي هي 25%، الهرمون ده اسمه جلوكاجون. الجلوكاجون ده بيطلع لما الجلوكوز في الدم يقل، يشتغل على البنكرياس ما يطلع الجلوكاجون. الجلوكاجون ده بيشتغل على الليفر، يوم يحول الجلايكوجين الى جلوكوز، يعني بيزود عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس، يعني تحلل الجلوكوز. مش بس كده، عشان يرفع الجلوكوز في الدم مره تانيه اوكي، وبيشتغل بقى في الليفر برضو بيزود عمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس اللي هو تحويل الفات والبروتين الى جلوكوز. تمام، ده بالنسبه للاكشنز بتاعته.
طب الامراض بتاعت الايه، بتاعت الجلوكوز هوميوستيزيس ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما زياده يا اما نقص. لو جلوكوز زاد اسمه هايبر جلايسيميا، لو قل اسمه هايبو جلايسيميا. طبعا هايبر جلايسيميا دي اللي هي بيسموها الدايبيتس ميليتس يعني، او الدايبيتس ميليتس بيبقى سببها، او الهايبر جلايسيميا سبب حاجه من اتنين، يا اما الانسولين قليل بيسموها دايبيتس ميليتس، او في اكسسيف سكريشن، في افراز عالي قوي للهايبر جلايسيميك هرمون زي الثيروكسين والجروس هرمون والجلوكوكورتيكويدز. الهايبوجلايسيميا دايما في الغالب بتبقى لاك او اكسسيف انسولين سكريشن، يعني زياده في كميه الانسولين سكريشن. طبعا دي صوره للمريض بتاع اللي عنده دايبيتس، بيبقى عنده اللي بيسموها الترايات بتاعت البي، اللي هم المثلث بتاع البي، بوليوريا يعني بيخش الحمام كتير، بوليديبسيا بيشرب ميه كتير، بوليفيجيا يعني بياكل كتير يعني، بالاضافه الى ويت لوس وفتيج، وعنده ريبيتد انفكشنز وبيحتاج انسولين، وبقى عنده فاميليا تندنسي وخصوصا من النوع الاولاني. لان الدايبيتس ده نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيحصل في السن الصغير، وتايب 2 بيحصل في السن الكبير. وتايب 1 ده بيبقى سببه نقص الانسولين، وعشان كده بيتعالج بالانسولين وبيسموه انسولين ديبندنت. وتايب 2 ده ما بيبقى سببه ان الريسبونس بتاعت التشو للانسولين قليله، فبيسموه وده بيتعالج بحاجه اسمها الاورال هايبوجلايسيميا، او بيسموه نون انسولين ديبندنت يعني، بيسموه نون انسولين ديبندنت. الهايبوجلايسيميا بقى في المقابل اللي هو نقص الجلوكوز في الدم لها اعراض كتيره جدا، يعني مثلا زي الهيدك والسويتنج والديزنس والهارت والفاست بيتنج والهانجر والشيكنج والانكزايتي والارتابيليتي والامبيرد فيجن. كل دي الاعراض بتاعت مين؟ بتاعت الهايبوجلايسيميا. تمام، ده بالنسبة لي أول جزئية في المحاضرة النهاردة يا شباب، اللي هي مرتبطة بالجلوكوز، مرتبطة بالجلوكوز والجلوكوز وعملية الجلوكوز هوميوستيزيس وريجوليشن بتاعت البلاك جلوكوز في الدم. الجزء التاني بقى اللي هو الميل والفيميل ريبرودكتيف سيستم، عملية الريبرودكشن أو عملية التكاثر. نبدأ مع بعض كده الميل ريبرودكتيف سيستم، ده تشريحيا الأجزاء المختلفة بتاعت الميل ريبرودكتيف سيستم. اي ريبرودكتيف سيستم انا بقسمه لقسمين، برايمري سكس اورجان وسكندري سكس اورجان. برايمري سكس اورجان على مستوى الميل اللي هو الاستراكشر اللي قدامنا ده اللي بيسموه التستيكلز، تمام، ده البرايمري سكس اورجان. البرايمري سكس اورجان مهمه جدا في حاجتين، اللي هي بتكون الجاميتس او اللي هو بيسموها الامشاج، اللي هي هنا امشاج على مستوى الميل اللي بيسموها السبير، بالاضافه لسكريشن الهرمونز اللي بيسموها الميل سكس هرمون او الاندروجين، هرمونات الذكوره. سيكندري سكس اورجانز بقى الاعضاء اللي هي الثانويه او بيسموها اكسسوري اورجانز، بتشمل طبعا حاجه بيسموها الابيديدمس، تمام، بعد الابيديدمس ده الابيديدمس، بعد كده عندك اللي هو الفاس ديفرنس، وبعد كده الفاس ديفرنس بتلاقي فيه عندك اللي هو السيمينال سوري اللي هو السيمينال فيزيكال، السيمينال فيزيكال معايا اللي هي السيمينال فيزيكال الحصيله المنويه، وبعد كده في عندنا اللي هو البروستات، وبعد كده عندك اللي هي الايجاكولاتوري داكت وهكذا. دي بالنسبه للاجزاء بتاعتنا يعني، اللي هو الابيديدمس والباس ديفرنس والسيمينال فيزيكال والبروستات والبيز، ده بالنسبه لي اللي هم الاجزاء بتوع الميل ريبرودكتيف سيستم كبرايمري سكس اورجان او كسكندري سكس اورجان. ليه ميني في البرايمري سكس اورجان اللي هو التستيكلز، واحنا قلنا لها وظيفتين، السبرم فورميشن السبرم وفورميشن الاندروجينز. طب تعالى نتكلم على عمليه تكوين السبرم. عمليه تكوين السبرم اسمها سبرماتوجينيسيس، اسمها ايه؟ سبرماتوجينيسيس. عمليه تكوين ماتيور سبرم او بيسموها سبرماتوزوا، دي بتبدا بعد من سن 13 سنه، تأثر بعدة عوامل، أهم عامل بيأثر عليها الهرمونز، والهرمونز المهمة جدا جدا بتطلع من الفص الأمامي للغدة النخامية اللي هي اسمها بيتيوتري جوناتروفينز اللي هو الـ FSH والـ LH. الـ FSH ده بيمنتين السبرماتوجينيك فانكشن بتاعت التستيكلز، بيحافظ عليها، والتستستيرون والـ LH ده بيطلع التستستيرون من التستيكلز. التستستيرون ده اسينشال للجروس والديفيجن بتاعت السبرماتوجينيك سيلز للانقسام وعملية النمو بتاع الخلايا اللي هي بيطلع منها السبرم فيما بعد. مش بس كده، الهرمون رقم 3 الجروس هرمون مهم طبعا، والثايرويد هرمون مهم جدا يعني، كل دي هرمونز مهمة جدا لعملية السبرماتوجينيسيس. الفاكتور التاني بيسموه عندنا التمبريتشر، دايما درجة الحرارة المهمة والأساسية لعملية السبرماتوجينيسيس 35 درجة مئوية، يعني درجتين أو 3 درجات أو ساعات 4 درجات أقل من جسمي. وده يفسر ليه التستيكلز بالنسبة للميل موجودة بره جسمه مش موجودة جوه جسمه، لأن لو موجودة جوه الجسم كده هتلاقي درجة حرارتهم بتبقى مين؟
درجة حرارتهم تبقى عالية، والدرجة الحرارة العالية دي بتمنع السبرماتوجينيسيس. الدايت أو الأكل طبعا محتاج ويل بالانس دايت، محتاج على بروتينات وفيتامينز ومينرالز وهكذا. يبقى دي بالنسبة لي اسمها الفاكتورز افكتنج مين، فاكتورز افكتنج السبرماتوجينيس هرمونز وتمبريتشر ودايتين. وطبعا الدايت زي ما قلت لك الفيتامينز والمينرالز وكمان بنقول فيتامين اي والسي والاي. الشق الثاني بالنسبه لي اللي هي الفيميل، بالنسبه لي او الفانكشن الثانيه بالنسبه لي التستيكلز، الا وهي السكريشن بتاعت مين، سكريشن بتاعت اللي هو الاندروجينز. الاندروجينز اللي هي الميل سكس هرمون، الاندروجينز او الميل سكس هرمون يا شباب لو جينا مع بعض كده هنبقى عارفين ان هي بتطلع من مصدرين. المصدر الاولاني هي التستيكلز، المصدر الثاني الادرينال كورتكس زي ما بيسموه. اللي بيطلع من التستيكلز اسمه تستوستيرون، اللي بيطلع من الادرينال كورتكس اسمه دي هيدرو اندروستيرون، اسمه ايه دي هيدرو اندروستيرون. لكن دي الانواع دي كلها بتطلع من التستيكلز، يعني تستوستيرون دي هيدرو تستوستيرون واندروستيرون. طب ايه الفانكشنز بتاعتها وايه الفيسيولوجيكال افكت بتاعتها؟ الفيسيولوجيكال افكت هما بنقسمهم لقسمين، سيكشوال فانكشن وميتابوليك فانكشنز. السيكشوال فانكشنز يعني بيجي على التستيكلز بيستيموليت السبرماتوجينيسيس، على سيكندري سكس اورجنز بقى بيزودوا جروس بتاعتها وبيزود اللارجمنت بتاعها. تمام، على مستوى السيكندري سكس كاركترز بتاعت الميل يعني اللي هو بيسموه علامات الذكوره الثانويه، بيعمل ايه؟ بيزود طبعا الجسم، بيزود الشعر في الجسم سبيشال في اماكن معينه في الفيس والشيست والاكزيلا. مش بس كده، بيزود طبعا اللي هو اللي ايه في منطقه الايبك هير وبيخليه تريانجولر يعني عامل مثلث، ودايما الايبكس بتاعته القمه بتاعته بتبقى عند الايه امبلايكس عند السره بتاعت الراجل. والفويس بتاعنا الصوت بتاعنا بيبقى ديب ولو بيتشد، والسكين بتاعي بيبقى ثيك مع زياده في السكريشن بتاعت سبيشوس جلاندز، يعني زياده في افراز الغدد الدهنيه موجوده في الجلد، فده طبعا بيكون حاجه اسمها الاكيني او حب الشباب يعني زي ما بيوصل. البادي كونفورميشن طبعا دايما بتبقى شولدرز بتاعته اللي هو الاكتاف بتاعته بتبقى هي برود، والماسلز بتاعته بتبقى لارج يعني. وطبعا ده بيبقى فيه بيهيفيرال تشينجز، تغييرات في السلوك بتاعته، حته السكشوال ديزاير بتاعته بتزيد وبيبقى اجريسيف وعنيف ويكام ده كله سبيشال ناحيه الفيم. الجزء الثاني غير السكشوال فانكشن يبقى قلنا وظيفتين، سكشوال فانكشن على برايمري سكس اورجن وسكندري سكس اورجن وسكندري سكس كاركترز. على مستوى الميتابوليك معايا الميتابوليك فانكشن بقى على البروتين، هو انابوليك وعشان كده بيزود الايه البلك بتاعه المصل بنسبه 50% في الميل اكتر من الفيميل. وده بيفسر ليه الناس اللي بيشتغلوا كمال اجسام ممكن ياخدوا الهرمونات ديت كحقن يعني. لانه بيزود البلك بتاعه المصل، بيزود الميتابوليك ريت معاه بنسبه 10%، بيزود الار بي سي كاونت، بيزود عدد كرات الدم الحمراء نص مليون خليه في المليمتر المكعب، وده طبعا في الميل عن الفيميل. وده طبعا ده من ضمن الافكت بتاعت مين، بتاعت الاندروجين. ده الفيسيولوجيكال افكت بتاعت الاندروجين، ده الفيسيولوجيكال افكت، وصوره بتبين الفيسيولوجيكال افكت بتاعت مين، الاندروجينز على البرين وعلى الميل سكس اورجن وعلى السكين وعلى المسلز وعلى البون وعلى البون مارو. الموضوع اللي كنت هتكلم فيه مرتبط مرتبط بالاندروجينز ومرتبط بالرياضه ومرتبط بالجيمز بالجيم وكده، حاجه اسمها الانابوليك استرويدز. ايه الانابوليك استرويدز ديت؟ هي عباره عن سينثيتك ميل سكس هرمون تستوستيرون، بتستخدم بالرياضيين او ايه بتستخدم بالرياضيين عشان او بتستخدم بالبروفيشنال اثليتس تو انهانس البرفورمانس بتاعته عشان تزود الاداء بتاعه معاه. طبعا بتشتغل من خلالها بتزود المصل ماس معاه، وممكن ساعات في ناس يستخدموا التستوستيرون، في ناس بيستخدموا جروس هرمون وهكذا. طبعا الحاجات دي كلها لها بلاوي وبتعمل طبعا دينجرس افكت ويوكام بيكونوا سيجنف. لو بصينا للصورة دي هتلاقي طبعا ده السايد افكت بتاعتها كلها يعني. يعني بتلاقي مثلا اللي البالدنس بيبقى طبعا قرع، هيدك، البلاد بريشر بتاعه ممكن يزيد، ممكن السبرماتوجينس بتاعته يقل، ممكن ندخله في ريسك بتاعت الامبوتنس هو غير قادر على السكشوال اكشنز، والبروستات سايز بيزيد والتستيكلز بيقل، وكمان ممكن بقى يعني يحصل له مشاكل في البريست، ممكن يحصل له ليفر دامج، كانسر ليفر، والكلام ده كله مشاكل كبيره جدا جدا مرتبطه باستخدام الانابوليك استرويد. فالنصيحة طبعا استخدام الانابوليك استرويدز ديت حاجة خطيرة جدا جدا جدا. انا بتكلم فيه
ده الجزء التاني الاخير بالنسبة لنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم. الفيميل ريبرودكتيف سيستم برضو نفس الكلام، هو بيتكون من حاجتين، برايمري سكس اورجان وسكندري سكس اورجان. البرايمري سكس اورجان بالنسبة للفيميل اللي هي الاستراكشر ده اللي بيسموه الاوفري او المبيض يعني، وده بيكون حاجتين، بيكون الاوفا، بيكون المبيض اللي هو البويضة، بالاضافة لان بيفرز حاجة اسمها الفيميل سكس هرمونز، والفيميل سكس هرمون هما الاستروجين والبروجستيرون. الاجزاء التانية اسمها سكندري سكس اورجانز يا شباب، سكندري سكس اورجانز اللي هي بتبدا بالفالوبيان تيوب، قناه فالوب، واليوترس اللي هو الرحم، وبعد كده اللي هو السيرفكس بتاعنا، وعندنا الاكسترنال جينيتاليا بقى ده الفاجينا، والاكسترنال جينيتاليا زي ما بيقولوا كده. ده بالنسبه ليه اللي هو ليه الاعضاء التناسليه الخارجيه. ده بالنسبه للبرايمري سكس اورجان. في ناس بتعتبر البريست طبعا جزء من الفيمين سكندري سكس اورجان اللي هي الماماري جلاند، اللي هي الماماري جلاند الغدد، ما اللي هو بيسموها الغدد مين، الغدد اللبنية. الفيميل البادي بتاعها بيحصل جوا سايكل بيسموها فيميل سيكشوال سايكل، ودول اتنين، سايكل بتتم داخل الاوفري اسمها اوفريان سايكل، وسايكل بتتم في الرحم اسمها اندوميتريال او اسمها منسترال سايكل، الدورة بتاعت الديوريشن بتاعت كل سايكل 28 يوم من 20 ل 45 يوم، والسايكل بتقف اثناء البريجنسي والديزيز، بتقف اثناء الحمل والديزيز. لو بصيت كويس قوي ده الاوفري وده الاوفريان سايكل وده الاندوميتريال سايكل موجوده في اليوترس. بالنسبه للاوفريان سايكل بيتم فيها تكوين عدد ونمو عدد من الفوليكلز لغايه ما توصل لحاجه اسمها الماتيور فوليكل، عشان ايه الماتيور فوليكل ديت يطلع منها الاوفر في نص الدوره بالظبط اللي هو بيسموه اوفيليشن. الفيز اللي قبل الاوفيليشن بيسموه فلوكلار فيز، بعد الاوفيليشن بيكون حاجه اسمها الكوربس لوتيم اللي هو الجسم الاصفر بيسموه لوتيال فيز. يبقى كأن هنا اسمه فلوكولار فيز وده الاوفيليشن وده اللوتيال مين اللوتيال فيز. في الفيز ده هو بيطلع استروجين، والفيز ده بيطلع استروجين وبروجستيرون، بيشتغلوا على الايه، على الاندوميتريوم، والاندوميتريوم هنا المقصود بيه الغشاء المخاط المبطل للرحم يعني. ففي الاول بيبقى الاستروجين والبروجستيرون في بدايه الدوره قليلين، فبيحصل حاجه اسمها المينستريشنز اللي هو اول مرحله فيه. بعد كده بيبتدي يحصل جروث مره تانية، يخش في حاجه اسمها بروليفريتيف فيز، وبعد كده بعد الاوفيليشن بعد ما طلع البروجسترون بخش في حاجه اسمها سيكريتوري بين سيكريتوري فيز. فالاوفيريان سايكل ده بتحصل في الاوفري وبتتكون من ثلاث مراحل، فلوكولار اوفيليشن ولوتيل، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، بتبقى تحت الكنترول بتاعه الايه البيتيوتري اف اس اتش وال اتش، تمام. يعني المرحله الاولى ماشي اللي هي الفلوكولار بتبقى تحت تاثير الاف اس اتش، والال اتش طبعا له دور مهم جدا في عمليه الاوفيليشن والتبويض وتكوين الكوربس لوتيم زي ما بنقول، تمام. السايكل الثاني اسمها اندوميتريال سايكل، ودي بتتم فيه الجدار بتاع الرحم زي ما انت شايف الاندوميتريوم، ودي ثلاثه فيزز، منسترال اللي هو الاولاني، بعد كده بروليفريتيف اهي لغايه نص الدوره، بعد كده سكريتوري، وطبعا ده بيبقى سببها اللي هي الهرمونز اللي بتطلع من الاوفري الاستروجين والبروجسترون. الاول بيبقى مسؤول عنه ماشي المنستريشن او المنسترال فيز، سببه عدم وجود الاستروجين والبروجسترون. البروليفريتيف فيز سببه وجود الاستروجين، والتاني سببه وجود الاستروجين والبروجسترون. تعال نتكلم بقى في اخر حاجه عندنا على اللي هو الاستروجين والبروجسترون. الاستروجين طبعا بيطلع من اوفري، ممكن يطلع من بلاسينتا المشيمه، ممكن يطلع من ادرينال كورتكس بار. الاستروجين ثلاث انواع، استراديول واسترون واسترون واسترايول، ثلاث انواع استراديول واسترون واسترايول، خلاص. اللي يهمني طبعا الموست بوتنت واقوى واحد فيهم اللي هو الاسترادايول. الاسترادايول بيشتغل على ايه يا جماعه؟ او الاستروجين بيشتغل على البرايمري سكس اورجان اللي هي الاوفري، بيزود الجروث بتاعه الاوفريان فوليكلز، النمو بتاعه الاوفريان فوليكلز اللي هو الحويصلات بتاعه الايه المبيض يعني، وده مهم جدا برضو لعمليه الاوفيليشن وتكوين الكوربس لوتيم اللي هو الجسم الاصفري. على السكندري سكس اورجان بقى اليوترس الرحم، بيبقى الاستروجين مسؤول عن الفيز الاولاني البروليفريتيف، وفي الفالوبيان تيوب قناه فالوب بيساعد في نقل السبرم وسوري في نقل بيساعد في نقل الفيرتلايزد اوفا معاه في اليوترين كافيتي. على مستوى البريست تيشو معاه ماشي بيزود الديبوزيشن بتاعه الفات جواه، بيزود ترسيب الدهون جواه ويعمل الارجمنت للبريست. على مستوى السكندري سكس كاركترز بقى مش اورجانز، بيزود الديبوزيشن بتاعه الفات في البريست واللور ابدومن والباتوك والساين، حاجه اسمها المونز بيوبس اللي هي منطقه البيوبك ريجون يعني، بحيث ان هو بيديني كاركتر معينه للفيميل.
فبيزود ترسيب الدهون في اماكن معينه من جسم الفيميل، يعني بيزود الفاسكولاريتي اللي هي كميه الاوعيه الدمويه في الجلد والسوفت تيشو والسموث ماسلز، بيزود حته الليبيدو، والليبيدو هنا المقصود بيها السكشوال ديزاير يعني، والسايكولوجيكال ميك اب بتاعت الايه بتاعت الفيميل. الوظيفه الاخيره بالنسبه له الميتابوليك، ان هو طبعا له انابوليك افكت برضو على البون وعلى السكس اورجن، وبيزود الجروس بتاعت البون والبروليفريشن بتاعت الابيفيزيال كارتليج، لكن هو بيقفل الابيفيزز يعني، بيقفل الابيفيزز يعني بيقفل المكان اللي بينمو منه العظم يعني. ده بالنسبه للفسيولوجيكال افكت بتاعت الاستروجين. الفسيولوجيكال افكت بتاعت البروجسترون، البروجسترون طبعا بيشتغل اللي هو الهرمون التاني على البرايمري سكس اورجن هنا اللي هي الاوفري واليوترس. على اليوترس بيبقى مسؤول عن السكريتوفيز، على الفالوبيان تيوب بيزود السكريشنز والافرازات جواها، على البريست بيزود الديفلوبمنت بتاعت اللوبز او اللوبيولز والالفيولاي عشان يبدا عمليه تكوين الملك. لو سيرموجينيك افكت، يعني كلمه سيرموجينيك افكت لو انتوا فاكرين كنا قلنا ان في سيرموجينيك افكت، سيرموجينيك افكت يعني بيزود انتاج الحراره وبيزود البادي تمبريتشر بنص درجه، ماشي كنا خدنا الكلام ده في الميتابوليزم بعد الاوبريشنز. على مستوى النيتريوريسز، النيتريوريسز يعني بيزود اللوس بتاعه الصوديوم، ناتريوم يعني صوديوم يعني، فبيزود اللوس بتاعه الصوديوم في اليورين معاه بيسموه نيتريوريسز. تمام، ده بالنسبه لي اللي هي الفيسيولوجيكال افكت بتاعت مين، بتاعه البروجسترون. الفيسيولوجيكال افكت بتاعه البروجسترون. اخر حاجه هنتكلم عليها بالنسبه لنا اللي هو مصطلح بيسموه المينوبوز، اسمه مينوبوز، والمينوبوز بيسموه وطبعا سن اليأس بالنسبة للفيميل يعني، او بيسموه هو توقف المنستريويشن نتيجة للإيجينج، توقف المنستريويشنز او سيسيشن اوف منستريويشن نتيجة للإيجينج نتيجة للسن. طبعا ده بيبقى ما بين 40 ل 50 سنة. بيبقى سببه حاجتين اتنين، ان عدد الفوليكلز في الاوفر قلت بالايجنج، او ان الفوليكلز الباقيه حصل لها ايجنج، يعني ايه يعني استجابتها للهرمونز ما بقتش كويسه. طبعا بنعالجه ازاي؟ دايما بنعالج الاعراض بتاعته، لان الاعراض بتاعته خطيره جدا جدا، بان انا بديله استروجين. دي الاعراض بتاعته، يبقى في هيدك وحاجه اسمها هوت فلاش، تحس ان في سخونه كده موجوده في الوجه. طبعا بيبقى البريست بتاعها دروب وفلاتن، والنبلز بتاعته تبقى سمول وفلاتن، السكين بتبقى دراي. بيبقى في ريسك انه يحصل كارديو فاسكولار ديزيز من هايبر تنشن، من الكلام ده كله. بيبقى في باك اين، في حاجه اسمها ستريس يورينري انكونتيننس، في اوستيوبوروزس. كل دي عباره عن اعراض خاصه بالمنوبوز زي ما بيسموه. ابنائي الاعزاء، بشكركم كتير جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي في المحاضره الاخيره بالنسبه لنا في الترم ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.